جاي لجل سيدنا محمد الله معجل علي عليك رسول الله وسلام على رسول الله إلى جاي لجل سيدنا محمد الله معجل علي. يا سبحان الله يا سبحان الله مطهرة العرس وربي سهل عليهم الحمد لله. متابعين الأوفياء هذا النهار غيجيكم خبر صادم للجميع ومفرح وما غادي سبحان الله العظيم كلشي غيفرح هذا النهار كلشي غادي يعجبو الحال مفاجئ للجميع والمتتبعين. والله العظيم اخويا الحسن ما كنا كنتظروا واش فينا صافي تزوج بها فينا صافي صافي داكشي هو هذا كي قال هذاك ضربوا الخيط في الكلفلوب ديال الحمد لله. وهذا يعني هذه الفرحه هذه جاتنا خويا صادمه يعني تفاجئنا بهذه الفرحه هذه وربي كمل عليهم وربي لقاهم وما نويناش اخويا هذا الكوبل هذا غادي يخرج من عيش معنا كاع. دابا غنفرشوا ميزار ديالنا دابا شكون هذا الشيء جاكم معطل ما جبتوش شق النقاش انا غير في الاول باقي في الثاني والثالث والرابع. المهم الفرحه في دار ام حليمه فرحه فرحتين يا اخوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام على رسول الله إلى جاي لجل سيدنا محمد الله معجل علي. واش تكون جبتو الدفوع صافي هو هادي صافي شو مال الراس يا صافي ها تيتيش تزوجنا فرحة وجاتو فرحة واحدة أخرى والله يكمل عليهم بالخير صراحة فرحنا لهم المتبعين من قلبنا والله يجمع لهم في الحلال يا ربي ويرزقهم المال والبنون وزيدوا زيد باش غادي نزيدو نقربوهم أكثر من الحدث هو أن هذا السيد عنده قناة على اليوتيوب ومعروف عندنا بزاف بزاف معروف عندنا بزاف بزاف وهذا النهار الصراحه دارها دارها وقد بها الصراحه ولا دارها وقد بها دارها ودارها وقد بها فرحنا فرحنا بهذا الخبر. دابا هذا النهار اذا غيحنيو بجوج الكوبل ديالنا غيحنيو بجوج هذا الكوبل هذا النهار هذا قررنا انا نشاركوا معكم هذه الفرحه الاولى ان شاء الله يا ربي وتا هما شجعونا وقالوا لنا بغينا نبانوا معكم في القناه وبغينا المتتبعين وسبحان الله العظيم هاد الحب ديالنا يعني الحب ديالهم بجوج اكتشفوا معاكم يعني المشاهدين عند محبوبه اول فيديو غيكون عند محبوبه صراحه يعني العلاقه اللي بيناتهم غتكون اول ظهور عند محبوبه تي في ولا لا يخطيهم حيت كبروا بينا الصراحه فرحنا لهم من قلبنا وان شاء الله العقبه ما نحضروا الافراح ديالهم كل مره. ودابا غنقدوا خويا قدوا على مولانا العائله اللي تفرح بالعائله الحمد لله. يلا راه الناس ديال مزاف كلشي غيتفرش غادي نبداو على مولانا كلشي كيتسائل شكون هو هذا الكوب شكون هي سميتو تزوجات شكون هو هذا اللي تزوج. يا سلام يا سلام ما يلاحوش اليوم الحمد لله ربي كمل عليهم ان شاء الله كيما ما صافي شرا الخاتم وجد كلشي جا من هنا السيده ان شاء الله وقلنا غير نحضروا العرس ان شاء الله يا ربي شي حاجه ما صعيبه ملي داروا اليد في اليد حنا معاهم داكشي اللي كاين واي فرحه يعني غادي ان شاء الله يبغيو يديروها غنشاركوها معكم ان شاء الله. هذا ميزار ديال هذا ميزار هذا ميزار ديالي يا سيدي ماما يشرت لي ماما الصراحه في الدهاز ديالي مزال اميزار كيفاش جايه صافي وين تجلسوا معاك جبتي له هذا شي حاجه عظيمه لا غير هذه عروسه هذه عروسه عزيزه وغاليه والعريس عزيز وغالي الله يكمل عليهم بالخير. انا بعدا فرحانه وما كرهتش كيفاش غنوصل لكم هذيك الفرحه اللي عندي لداخل ما فهمتش كيف عندي نوصلها. غنخليكم تفرشوا اميزار واحد الشويه ديال الجلسه خويا الحسن هذا اليوتيوب يعني استفدنوا منه بزاف د الحوايج شحال من واحد تزوج من هذا اليوتيوب من هذه ديال القناه ديال محبوبه تي في شحال من واحد تعرفنا عليه في الخير وهادو كانت علاقتهم يعني قريبة بزاف تركبات من اليوتيوب يعني معرفه من اليوتيوب اول حاجه تعرفت عليهم محبوبه تي في وزادوا قنوات اخرين وقنوات اخرين وهي غاده والحمد لله اليوم يعني فرحه كبيره عندنا وان شاء الله دابا غتكون الفرحه الاخرى ان شاء الله يا ربي هذا غير فال
يعني بغينا نديرو لهم الفل الاول كما كيقولوا. الله يكمل عليهم بالخير ويسخر ليهم ويجمعهم يا ربي في الحلال يا ربي. ودابا ها البنات نتوما قادين داكشي. وبالمناسبه بغيت نبوح بواحد الخبر خويا الحسن قبل بعيد ما يدخل. بوحي بوحي اختي بوحي. انا كيعجبني نبوح المتتبعين ديالي بداكشي اللي شوف عرفتي 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 الا قلت لهم ما تبوحيوش ما تبوحيش تيجي خليها مرة أخرى. ياش غادي يديروا ليا تيجيش ما تبوحيش خليه. لا خلي نبوح دابا وايلي يعني عطاني واحد شابو وعنقوني وفرحوا بيا قالوا لي فوقاش يعني بدات لهاد العلاقه هي في المناسبه فاش ولدت ريان ومساكن عطاوني واحد الكادو لريان وفرحوا لي براين فهاد يعني شفت وجههم ديك الفرحه والسعاده والنشاط وخلقوها معايا في القاعه. المهم كيما نقول لك اخويا الحسن نهار سبوع ريان نهار بدات العلاقه ديالو قال فوق ميق في ريان عام تسنى الكادو واعرين الحمد لله تسنى الكادو ضايع كل عام كل عام شرجوا ولا تزيد والله والله يكمل عليهم بالخير ان شاء الله ويولدوا لنا شي ريان اخر ان شاء الله ولا شي ريونه صغيره فرحه يا دابا دابا غادي نخلطوا الحنه ديالنا وغادي نتسناو الكوبل باش تشوفوا الكوبل المفاجاه اللي ما غيتصوروا حتى شي واحد قوم انا المتتبعين ما تشوف صور كمل هو العريس هو جاي دابا يجي العريس كملوا لنا بعدا الصلاه والسلام اللهم صل عليك يا رسول الله لا والو دابا يجي العريس الله معاه الجلالي هذا الشباب ديال زيدوا لنا بعدا على الوسط الكرسي بعدا نقف وتحني ان شاء الله يا ربي وتخلي دابا خاصنا العريس دابا خاصنا العريس انا دابا مالك دربان دابا لا شوف دخلنا العراسه ديالنا وانتم دخلوا العريس ديالكم شنو بالك صافي على مولانا على مولانا الله بسم الله بسم الله يا بسم الله عرفتي والله الا درتو مفاجاه للمتتبعين ان شاء الله المتتبعين ديالنا العروسه ديالنا الحمد لله هي وصلات وبالصلاة والسلام جبناها ونتمناو لها ان شاء الله التيسير يا ربي الله يجيب السنة باش غنجيبوا العريس دابا والله يسلم خير ديال الامازيغ لبسناها الله يعطيك الصحة يا ودي رشيدة اجا رشيدة قصي حدا البنات هنا باش غنجيب دابا العريس ان شاء الله دابا غادي نمشي نجيب العريس دابا شوف دابا يعطيش الكلمة غادي يعطيش الكلمة غيعرفوا شنو كاين اذا ما نعطيش الكلمة للعروسة ديالنا غير شكون هي؟ لا ما خصهاش تهضر وخصها تطيح السر. غير سيدي قوسي حدا سيدي تشم حدا العريس هو يقوس هنا عروسة انا نقول البلاصة العريس وي العريس تبارك الله وافي ياه والله الا العريس ما شاء الله متابعينا الاوفياء انا غنمشي نجيب العريس دابا وغادي نجي ان شاء الله نفرحوا ونشطوا وما تعطلش شوف دورو بعدا ندير لكم واحد التصويرة تذكارية مع العريس مع العروسة عند لكم واحد التصويرة زوينة باش يبقى لكم ذكرى مع هاد الانسان سيدي لا لا حيت اللوم عليا 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 يلا والعريس ضوي بس ضوي بس العريسين ما هي العريس ضوي بشمال ضوي بس العريسين والعريس حسان اسيدي فين هو خويا العريس تسنى العروسه الله يرحمك الوالدين ياه 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 تاع خويا بزاف هذا الشيء واش هو يعرفوا العريس هو يعرفوا العريس اخويا حسن العريس مازال ما طاحوش فيه واخيرا ما طاحوش يا اخويا حسن وعزيز هذا العريس المهم عظيم الى دار هذا العريس دار واحد المفاجاه يعني للطلب يعني شنقول لكم مشكور يعني بلا ما نحرق المراحل حتى نبينوا ياك اكيد حسن شنو تيهني لك هذا العريس هذا حسن كثير ياك بالنسبه لهذا العريس هذا خويا واحد الصديق واحد الصديق اللي في المستوى لا ولا صاحبه بلا ما نسميه باش ما نحرقش المراحل انسان طيب يعني هذه الصداقه اللي تنحسب انا صداقه والله العظيم وتضرب به المثل يعني يشرفك تضرب به المثل نموذج في الاخلاق تبارك الله ما بغيتش نزيد خطلا اللي يفهموا المتابعين لا غادي يبين لا بغيت نهضر بزاف يعني غادي غير نتمنى حتى هو راه عنده واحد لاشين ان شاء الله ويتبعوا المشاهدين ديالنا ان شاء الله ويزيدوا يدعموه محتاج الدعم حنا ماشي درنا هذا الفيديو من اجل باش ندعموا هذا العريس
ولكن درناه من اجل المفاجأة والفرحة اللي جاب الله تيسر عليه يدينا، ونتمنى هذه الفرحة ديالو يعني سامر سامر ديما الى ما لا نهاية، ويكونش فيها عراقيلة الى حدود ان شاء الله يا رب اخر ان شاء الله حتى يولدوا ولادهم عاد ديك الساعة نادي عليه ولا بلاتي نادي عليه حسن صاحبي خويا العريس تفضل مشكورة يا سلام 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 على رسول الله إلى سيدنا محمد اللهم أجل علي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الإنسان الطيب لا هو لا خويا سفيان باش ما ننساوش الأخ سفيان حتى هو مشكور من هذا المنبر هذا سي سفيان تحية ليك والله يسهل عليك وخويا بسلام جاب الله التيسير تزوج ودار وليداته وهذه الزوجة ديالو نتمنى ونتمنى لهم السعادة والألفة بيناتهم ويمشيوا بعيد ويمشيوا الوليدات إن شاء الله ما نبغيو حسين حتى يجينا هذه المرة بالوليدات إن شاء الله إن شاء الله هذا ما كان أخويا بسلام شوف الخاتم خصني نشوف الخاتم أنا دابا في آخر الفيديو ولا في وسط الفيديو يعطيني شي قراءة يجبدها لي من القلب القراءة ديالو تخرج من القلب واش بسلام والله ما كرهتوني وكنتي صديق الناس في مكة لا هو لا الأخ سفيان نعم الأصدقاء ونعم الصوت فعلا فعلا شوف أختي شادة الخاتم والله إلا كاين صح الله إلا كاين خويا بسلام تحياتي الأحسن صديق وأعز صديق أنا تلا خو سفيان تحية للمتتبعين ديال الناس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين ديال قناة محبوبة تي في كنبغي نشكركم بزاف بزاف على يعني كنقرا الكومونتيرات كنتو كتسولوا فيا ديجا ولهنا خطيكم عليا وأولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر الاخوان العريسه ديال امي حليمه ونشكر حتى خويا حسن خويا الحسن خويا ياسين المهم جميع عائله محبوبه تي في كنشكرها من الكل من كل قلبي وتحياتي لهم كبيره كبيره من هذا المنبر واليوم قسما بالله الا فرحانين بزاف بزاف يعني عيط لي خويا الحسن قال لي باش نجي لعندهم لهنايا نحضر معاهم هذه الوليمه اللي داز ديجا وفرحت بزاف فاش عيط لي خويا الحسن يعني حتى حنا ديما كنهضر انا وخويا الحسن في الخاص ضروري في واتساب وفيسبوك ولهذا كيف ما كبر بيا حتى انا كبرت به وجيت واليوم فرحان معكم اخويا الحسن وحتى نتوما اللي خطيكم عليا راكم عائلتي الثانيه ماشي زعما والله القسم يعني ولاد الناس وتعرفنا عليكم وبزاف د الحوايج دوزناها معكم صراحه ما شفنا فيكم غير الخير اخويا حسن وكيف ما كيف ما قلت لكم اللي خطيكم علينا وكنوجه لكم تحيه كبيره كبيره بزاف وشكرا حتى لجميع المتتبعين قناه محبوبه تي في وهذا ما كان اخويا الحمد لله والله العظيم الا كما قال خويا حسن الا كان يعني بهذا التعب اللي قال يعني اقسم بالله خويا الحسن زعما وتن يعني المتابعين لا بسلام ولا سفيان الى من اطيب خلق الله والله العظيم الاخلاق تبارك الله والقراءه والتجويد راكم عارفين يعني يعني جميع المميزات في هاد الناس هادو ونتمناو يبقاو دائما محافظين على تلاوه القران والله يسهل عليهم يمشيو بعيد وخويا سفيان دابا وخويا عبد السلام راه تزوج الله يسهل عليها ودي يجيب له التيسير وسمح لي نقطعك اخي حسن على قضيه ان هذا الزواج هذا يعني هذه بنت الناس هذه تعرفت عليها قناه محبوبه تي في ويعني من بعد فضل الله عز وجل انتم بفضلكم يعني باش تعرفت على هذه بنت الناس والحمد لله يعني ما كاينش ما احسن الحلال والله يعني الحلال زوين اخويا والله ملك الحمد الله ملك الحمد يعني اش غادي نقول لك اخي حسن كنصح الشباب والله الله يسهل على كل واحد اخوتي والله ما كنحقدوا على شي واحد ولا كنحسدوا حتى شي واحد الحمد لله القلب ديالنا طيب وما كنتعرفوا غير على الناس الطيبين كيف باش على المشاهدين اختي شادي راه تعيش في الديار انجليزيه انجليزيه وخويا باش انا بغيت نولي انجليزي اختي في المشاهدين الديار ولا سيدي كيف سيدي هذا واش انا غادي نسمي غير انجليزي اخوتي غيخربقني اخويا تبقى دائما ان شاء الله ان شاء الله تحافظ على اللغه ديالنا ان شاء الله تحافظ على القران للموسيقى اخويا ارسام هو اللي في القراءه عندك انت اخويا سفيان راه قراءه زعما اش غنقول لكم راه في المستوى الرفيع يعني كيكونوا الشباب حنا بغينا الشباب انا والله ما كنكون بحال هاد الناس قسما بالله كل لقى زعما كيفاش رجع به الايام اللور ونتعلم يعني هاد التزويد وهاد القراءه والله العظيم الا باش يقراو انا اقسم بالله انا تنتاثر يعني بزاف كاع القراءة ديالهم ديال الخشوع سبحان الله نتمنهم الله عز وجل يطلع السي انس من اهل القران يا رب ان شاء الله يا رب الله يجزيك الخير اخويا الله يحمي لك وليداتك ويحفظهم اخي حسن على كل شر الله يرحمهم لك اخي ويحمي لك حتى الزوجه ديالك اختي رشيده الله يجزيك بخير والله يعني قبل ما غادي الله يكبر بهم الله يحفظك اخويا الله يكبروا بنا وكبروا بالزوجه ديالي كنوجه لهم تحيه كبيره وعزاز عليا بزاف وباش عبد السلام البطاله
والله العظيم عيط لحسن والله ما تردد. لا هو انا كنت في تطوان قسما بالله فاش عيط لي لحسن كنت في تطوان قلت له خير حسن على الراس ولا كنت اخويا ماشي صح الله يكثر فيك وحدك دوز معاك الحوايج ما تنساش اخويا الله يودي ما تنساش الخير اخويا الخير ما تنساه غير ولد الحرام الله يرحمه الانسان اللي كدوز معاه بزاف الحوايج يبقى عاقل عليهم هذاك هو الانسان الحق يعني المعقول والانسان اللي فيه المرجله تنسموها انا راجل بحال هاد الناس هادو الله يحفظك احسن دابا قبل ما نعطي الكلمه الشهاده اكيد غنسمعوها كتهضر باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه باش ان شاء الله ربي يوصل الميساج للمتتبعين وكنت قلت لواحد القاضي على السلام قلت له اكيد واحد القناه يقرا فيها القران وتدير فيها الحياه اليوميه قلت له مادام يعني ولا عندك كوبل ولا عندك زوجه الناس غادي يعاونوك ويعني الصراحه رغبتو خاوه كان متردد قلت له شوف راه الحمد لله عندك زوجه صالحه وبنت اللي عمرها دار وانت انسان يعني عارفك انا قديم الزمان لذا سفيان اخويا عبد السلام دار راشين ديال عبد السلام اند شانا ياك شانا شادا شادا غادي نشوفوا دابا في التليفون اخويا عبد السلام وغادي نعطيو اكيد الكلمه من بعد اختي شادا تعطينا شي بضع كلمات اللي مشكوره اللي هي ولات وحده من العائله الحمد لله غادي نجبدوها ان شاء الله واكيد بغيت حسن كاع المتتبعين يدخلوا القناه خويا عبد السلام ان شادا وشجعوه بغيت انا توصل واحد 20 كان ان شاء الله يا ربي وغادي نحط لكم على قناه ولد محلي دابا اخويا عبد السلام من بعد غادي نتعشاو ان شاء الله يا ربي واحد الطعيمه هاد الليله عبد السلام شانا شادا شادا خليك حسن تما مزيان هيا عبد السلام شادا عبد السلام شادا وهذه فيديو اللي عند خويا عبد السلام هما هادو قصه حسن اللي كرهم هكا نتمنى تشجعوا لي حتى من المشاهدين شوف والله الخصام الى دعم من القلب هذا خويا عبد السلام بغيت المهم بغيتكم توصلوا ل 10 هكا ولا 20 كان ان شاء الله وتستمر ديك الساعه ان شاء الله التشجيع ديالكم اختي شادا الكلمه ليك فضع كلمات مختصره وما نحرجكش ان شاء الله حنايا والو شادا الله يعز الزوجة يا حسن الله يرحمها يا خويا قوي هي ما قوي صافي صافي ما كاينش المشكل السلام عليكم المشاهدين ديال محلمة والناس اللي كتبغي محلمة والعرايسات ديالها وليداتها كنتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير كنشكركم كاملين على هاد الاستضافة وعلى على العرادة بالمناسبة ديال ولدنا ريان حفل الختان ديالو شكرا لك بزاف الحسن والعائلة الكريمة على العرادة ديالكم لينا وكبرتو بينا الله يكبر بكم اليوم أنا فرحانة لأنني كنحس أنني وحدة من البنات لأن من بعد الله سبحانه وتعالى كنفضل قناة محبوبة تيفي أنني تعرفت على الزوج ديالي وفرحانة بزاف نكون معكم اليوم وكنتمنى الله يوفقنا ويوفقكم الخير ان شاء الله ويسهل على الجميع شي بضع كلمات بالانجليزيه اختي شهد الله يحفظك وسمحي لي بزاف السلام عليكم brothers and sisters and dear viewers of محبوبة تي في I pray to Allah سبحانه وتعالى that you are all well I really hope that you will enjoy this video and I'm here to introduce myself and my husband we're here today in this beautiful gathering with Muhlima's daughter-in-laws. I'm very, very happy to be here today. I'm going to say a huge thank you to everybody. Alhamdulillah. شنو اللي كتهضر شنو راه تكلمه وحده انا لا راه ما يهزر البنات الحاجه اللي غادي نقول لكم احنا الصراحه هاد الحنه اللي جابوا البنات بغاو يديروا بها غير قدام صواب ولكن غدا ان شاء الله غنشارك معكم الحنه ديال شاده على حقها وطريقها وقوامها ان شاء الله يرضي ويكون داك الشيء هو هذا خويا حسن بحكم ما عرسان عندنا حنا واحد التقاليد اللي هي ضروري ملي كيدخل عندك جوج عرسان يعني ما يمكنش ما ديرلهمش واحد الدوار هاد الحنه يعني ديك الحنه يعني الله يحن بيناتهم والله يتاوي لا ما ديالهم واش هادي كنبغي نقول فيها يعني في حقها واحد الكلمه اللي هي واحد الانسان حنينه بزاف ما يعني ما شاء الله جات لعندنا حسينا بان كنعرفوا ديك الانسانه قصات مسكينه وسخنا وعشنا معاها غير بعض اللقطات وحسينا بها طيبه ومراه خلوقه وما شاء الله عليها وكنقولها يعني الله يرزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله يا ربي وفرحنا فرحنا بزاف هي الفرحه اللي بغيت نوصل لكم وهي هذه والله العظيم دابا واش ديروا الفال ولا غدا ونديروا الحنانيش لا ضروري اخويا الحسن حنا عندنا ضروري البيضاء كنديروا الفال العروسه والعريس هذه الثقافه ديالنا هنيا لا لا ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله بتقاليد ان شاء الله هنيا لا لا بالقلب الهاني يا لا لا حنا وحناني وبالقلب الهاني سلام سلام على رسول
إلى الجيل جل سيدنا محمد الله مع الجل علي عليك رسول الله لا شقي في ديال الصغير انا تلخويا حسني حني الخويا حني الخويا بسلام يا سيدي يا سيدي زوجوني الا كان ولد ام حليمة عزيز عليكم وتتبغيوني انا ولا لا رشيدة في القناة بغيتكم كاملين تدخلوا عند خويا عبسلام للقناة ديالو وتهجموا عليه وتكتبوا له كومونتير تقولوا له رجعنا عند السي حسن باش انا يعجبني الحال وبغيت خويا عبسلام نشوفو دائما ناشط هو للزوجه ديالو اللي شرفونا اليوم وجاو عندنا وهنا خويا عبسلام الفان ان شاء الله الحنه غتكون قديم مزيان مزيان بسم الله يا ربي يا بسم الله يا ربي يا ربي ما تجيب لها دراجه التيسير يا ربي الله عاد خويا عبسلام من قد انت الزوجه ديالك ان شاء الله دابا الحاجه اللي غنديروا هو الفيديو غنكملوه على قناه عبسلام وشاده يعني القناة جديدة غنصورو ان شاء الله داكشي اللي تيسر من الطعام اللي درنا هاد الليلة هادي وغادي نصورو ان شاء الله وغادي تبارطاج على قناة ولد ام حليمة كاع الفيديو اللي بغا يشوف ديال عبسلام واختي شادة يدخل على قناة ولد ام حليمة اللي هي دابا ديال حسن ورشيدة غيدخلو غيتفرجو من الاول حتى التالي غدا غيتبارطاج هذا فيديو من بعد واحد الساعة ولا ساعة ونص غادي نحطو اللين ديال القناة واكيد مباشرة غيتحط لا فيديو ديال خويا عبسلام بديك البركة اللي غادي نحطو ودابا قبل ما نختمو الفيديو نسمعوا الصوت الرائع داكشي اللي بغيت نقول جميل ونتمنى هذه القراءه اللي غادي يعطيها لنا خويا عبسلام تكون ان شاء الله شفاء لجميع المتابعين ولاي مريض ولا اي شي وحده ولا شي واحد بغى يقضي شي غرض نتمنى هذه القراءه تكون يعني تحل جميع البيبان جينا وليكم المشاهدين والجميع اللي غيتبع الفيديو ان شاء الله عبسلام. شكرا اخي حسن هذا الكلام طيب خويا عبسلام وجبات لي اش كانت المرات ان شاء الله باذن الله كما قلت لك اخويا حسن أنا أخي حسن أعطيك شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر
اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اكيد بلا ما نطول عليكم حسان التتمه ديال لا فيديو غتشوفوا عند خويا عبد السلام انشيدا. مع السلامه عليكم الى فيديو قادم. تحييكم محبوبه تي في.